السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم يا شباب. نحن برفع عسيرات شمع أساس كما قلنا، عسيرات كلها شمع أساس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لكن الذي أخذت إطارات وجدتها في عسيرة، بين عسيرتين كان في عسيرة بعض إطارات الحضنة، فقط أنزلتها إلى الطابق الأسفل. هذا إطار من الحضنة، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذه كلها حضنة أنزلناها في الأسفل. ما في مشكلة، كاين إطارين على ما أعتقد، نعم إطارين من الحضنة، هذه حضنة الذكور، معنا ما في مشكلة، ما في بيوت ملكية ولا أي شيء. لكن ماذا فيها حضنة أنزلتها، لكن ماذا فعلت؟ جعلت شمع أساس لكي لا تكون بها لا بيوت ملكية ولا أي شيء. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نبحث ما عندك شغل، نبحث طبعا نرفع العاسلة. العملية هي في الأصل يجب أن أرفع العاسلة وأدخل العاسلة، لكن ما دامت العاسلة جيدة إغلاق ومحكمة، جيدة إغلاق باللصاق وبالبلاستيك، الذي فعلته أدخلت إطارات ورفعت إطارات العسل إلى العاسلة، بمعنى نفس العملية لكن فقط للحفاظ على الإغلاق بالعقبر وهذه الشغلات لكي لا تضيع عندنا. لا نستعمل لا حاجز ملكي ولا أي شيء، هذا اللي ساق، لذلك لم أود رفعه لأن الآن شاي. ساقه فقط بتمريره على هذه الشاكلة، خلاص وكأنه يكفي. سنشاهد معنا العاسلة الأولى، بسم الله ما شاء الله، والعاسلة التي هي في الآن النحل شغال الآن. عندنا ثلاث عاسلة، عندنا عاسلة اثنان ثلاثة، وعندنا جميلتنا تتفقد معكم العاسلة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الله تبارك الرحمن. العاسلة الله أكبر كبيرة، بسم الله ما شاء الله. سمك الإطار وجمالية العسل كما نقول، عسل ولا أروع. نحن الآن بطريق العسل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على جنة. بطريق أقول لك أخي الكريم، دقيقة، هذه إطارات تبدو أنها صغيرة، أعطيني دقيقة، جزاك الله خير. هذا عندنا نصف إطار، ليس إطار، نصف إطار، شاهد وزنه على المباشر، نصف إطار، هدية بيضاوية 2 كيلو 800، نصف إطار. عندما سيصبح إطار سيصبح بالستة كيلو، ولا زال لم يختم، هذا نصف إطار. لكن شاهد جمالية إطارات ورونقها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، دائما من الحقل وعلى المباشر. الله أكبر. الله أكبر. هذا الأول سمنا، شاهد بسم الله ما شاء الله، إطارات كلها بيضاء وعلى نفس بمعنى الوتيرة وعلى نفس الشاكلة، بسم الله ما
شاء الله. هناك حتى زوائد شرعية، هذه زوائد نسميها، تقوم فقط بغلق الممرات على النحل كما أقول دائما. شاهد معي، لا أستعمل حاجز ملكي، شاهد بالأبيض الإطارات بالأسفل، بمعنى لا نستعمل الحاجز الملكي. حضرة الذكور هنا تظهر الفاروة ليست موجودة، ليست موجودة، يعني حضنة سليمة. الله أكبر، نفس الوزن ونفس الشاكلة ونفس السماكة، بسم الله ما شاء الله. لكن العسل لا زالت لم تنضج والحمد لله. دقيقة، سأدخل إطار شمع أساس. خلاص فحصنا إطارين ثلاثة أربعة، شاهد بسم الله ما شاء الله، كل الخلية مكتظة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. سأعطيها إطار شمع أساس هنا في هذا الفراغ. إطارات نصف إطار بيضاوي 2 كيلو 800 غرام، 2 كيلو 800 غرام، لكي نؤكد مرة أخرى، نصف إطار بيضاوي، نصف إطار بيضاوي، اشعل، لأنه ليس واقف أفقيا لكن ما علينا. اثنان كيلو وتسعمية، هي اثنان كيلو وثمانمية، نعم اثنان كيلو وثمانمية وتسعة وثمانون، نفس الوزن السابق. هذا إطار الخلية البيضاوية، نصف إطار، لا نقول إطار بل نقول نصف إطار بيضاوي. نقول به نرفع العاسية الأخرى نترقبها. بسم الله ما شاء الله، كيف هي إطارات العاسلة التالية. الله أكبر، الله أكبر، السمك وطريق الختم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله. شاهد جمالية إطارات النحل في طريق الختم، لا نستعمل حاجز من تراه، والحمد لله. عسل الجبال إن شاء الله، إن شاء الله الفرز شهر سبعة بإذن الله نرى هذه الإطارات تتكلم بالثلاثة والأربع كيلو إن شاء الله، فنحن نعطي العسل حقه حتى ينضج. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، من أعالي الجبال أحييكم أخوكم جلال البيضاوي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. العسل أمانة، العسل أمانة، العسل أمانة من الله سبحانه وتعالى، سنحاسب عليها. هذا الذي تعلمناه وهذا هو عملنا وهذه هي طريقة تقديمنا على المباشر. نشاهد بعض الفيديوهات لربما مفبركة، لكن هذا عمل مباشر، هذا ليس عمل فيديو مسجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، أحبكم في الله، أحبكم في الله، اللهم اجعل في عسلنا شفاء لكل من يتناوله، اللهم اجعل لي عسلي طريق بيت كل مريض يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.